اهم المضادات للتشحم بالنسبه للحمام، وده طبعا بيساعد على العمليه الانتاجيه. مفيش دهون عند المبيض عند الاناث، مفيش اي دهون بالنسبه للذكوره، فده طبعا بيساعد على عمليه التخصيب وبيساعد على عمليه البيض بالنسبه للاناث. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنقدم جرعه مهمه جدا، تعتبر فعلا اهم جرعه في فصل الشتاء. لو انت عايز فعلا تزود الانتاج عندك، عايز تزود نسبه الخصوبه للحمام بتاعنا في بيض رايق بيطلع عندك، يبقى لازم تستخدم الجرعه دي. الجرعه دي تعتبر هي فعلا بمثابه ادويه كتيره جدا انا بحتاجها في زياده الخصوبه وزياده الانتاج. يعني لو انت فعلا بتشتغل بالجرعه دي مباشره اسبوعيا، صدقني الحمام عندك لا يتوقف عن الانتاج، النوت هتفضل شغاله باستمرار والحمام مش هيجيله اي امراض باذن الله. اللي هتحل جميع مشاكل التليس على المبيض اللي بيحصل نتيجه الكلفه اللي هي مليئه بالذره الصفراء، او اذا كنا احنا بنقدم الاعلاف اللي هي بسببها بيحصل تليس على المبيض بتاع الاناث. ده بيخلي بعض الاناث ان هي تتوقف عن الانتاج، فلازم ان احنا نقدم جرعات خل التفاح اللي انا هتكلم عليها النهارده، اللي هو يعتبر من اهم مضادات السموم اللي انا بقدمها للحمام بتاعي. خلي التفاح مهم جدا جدا، خاصة في التوقيتات اللي احنا فيها دي، عشان طبعا بيبقى الامراض البكتيرية اللي هي انواع السلمونيلا، الاسهالات، الكنكر، الاحماض، اهم حاجة ان انا اقدمها في التوقيت ده، ومش هلاقي احسن من الاحماض اللي هو خلي التفاح اللي بقدمه مرة في الاسبوع. صدقني الحمام عندك هيفضل شغال باستمرار ولن يتوقف عن الانتاج. لو الحمام عندك بقاله فترة كبيرة جدا ما بيبيضش، يبقى لازم انك انت تشتغل 7 ايام متواصلة مع جرعات خل التفاح 5 سنتي على اللتر يا جماعة. ان شاء الله باذن الله بعدها الحمام هيبدأ ان هو يشتغل. كده بعمل ازالة الدهون اللي على المبيض واتكلمت عليها قبل كده. نسبة الدهون اللي هي بتبقى على الاناث، التشحم اللي هو بيبقى على المبيض، ده بيخلي النتاية فعلا ما تبيضش. الدهون سبب اساسي ورئيسي فعلا في قلة الانتاج، فعشان كده لازم ان انا اهتم بالكلفة المتوازنة اللي انا اتكلمت عليها، اقلل من الذرة الصفراء زي ما قلنا كده يا جماعة، بنخليها نسبة وتناسب، وممكن تبقى اقل من النص كمان. لو انا بحط 20 يبقى احط 10 ذرة صفراء على الكلفة بتاعتي. الناس اللي هي بتقدم اعلاف، واتكلمنا قبل كده على الاعلاف يا جماعه، الاعلاف من الحاجات الاساسيه اللي هي بتضر الحمام بتاعنا. كلنا بنفرح بزياده وزن الزغلول نتيجه ان هو بياكل العلف، وفي ناس تقول لك انا احط العلف على الكلفه بتاعتي مش هيحصل اي حاجه، وما تسمعش كلام حد، الكلام ده خاطئ جدا. على المدى البعيد يا جماعه بيحصل زي تليس على المبيض بتاع الاناث، فده بيؤدي لقله الانتاج، ودي طبعا لمستها مع الحمام بتاعنا. أنا لازم اقدم خل التفاح ولو مره واحده بس في الاسبوع، عشان ده طبعا مضاد سموم بيحميني من الامراض البكتيريه اللي هي خاصه بتبقى منتشره في فصل الشتاء، وزائد ان هو بيحافظ على الحمام بتاعنا. مضاد سموم طبيعي وقوي جدا للحمام بتاعنا، بيذيب كل التشحمات اللي هي على الجسم، الدهون تبقى زياده عن اللازم، كمان بيشيل الدهون اللي على المبيض بالنسبه للناس، ودي من اهم الحاجات اللي هي بتساعدني في زياده الانتاج. كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في فتره من الفترات كلها عوامل بتؤدي لزياده الانتاج. الاعشاب طبعا بعض الاعشاب بنتكلم عليها بنقول دي سبب اساسي في زياده الانتاج، وبعض الاعشاب برضو ان احنا ممكن نشتغل بيها فعلا تزود الانتاج، ولكن دي الحاجه الاساسيه والرئيسيه اللي انا لازم اشتغل بيها باستمرار. اذا كنت طبعا بقدم عيش علف كلفه غير متوازنه، دي فعلا لازم انك انت تستخدمها، ولازم انك انت اساسا لو بتقدم الحاجات دي تستخدم مضاد سموم. مش هلاقي اقوى من مضادات السموم اللي هي في خل التفاح، زاد ان هو كمان بيحمي حمامك من السلمونيلا، اي امراض بكتيريه، كانكر، الكلام ده كله، لان طبعا البكتيريا لا تتفاعل مع الحمض والخل التفاح من الاحماض، والاحماض مهمه جدا ان احنا لازم نقدمها للحمام بتاعنا ولو مره واحده بس في الاسبوع عشان تساعد في زياده الانتاج. دي كده الحاجه اللي انا كنت طالع اتكلم عليها، وحاجه مهمه جدا ان انا لازم استخدمها زي ما انا قلت كده ولو مره واحده بس في الاسبوع، عشان ازود الانتاج عندي، عشان اقلل نسبه الدهون اللي انا اتكلمت عليها، احافظ على حمامي من الامراض البكتيريه اللي هي بتبقى منتشره سواء في الصيف او في الشتاء. فدي حاجه مهمه جدا ان انا لازم استخدمها ولو مره واحده بس في الاسبوع. لو انا فعلا عندي الحمام ما بيبيضش واقطع انتاج بقاله فتره كبيره جدا، لازم ان انا اشتغل 7 ايام متواصله مع الحمام بتاعي بخل التفاح،
5 سنتي على اللتر. اذا كنت همسق جماعي سنتي بالفم مباشر للفرد بتاعنا او النتايه اللي هي قطع انتاج، وممكن ندي الذكر والنتايه مفيش فيها اي مشكله. 7 ايام متواصله، وبعد كده بقدم باستمرار زي ما انا قلت كده مره واحده بس في الاسبوع اسبوعيا خل التفاح، مهم جدا جدا للحمام بتاعنا، ومهم جدا اذا كنت فعلا مهتم بتربيه الحمام، مهتم انك انت تحافظ على الحمام بتاعك من اي امراض بكتيريه، تحافظ على الحمام بتاعك وتديله مضاد سموم والتشحمات اللي هي بتبقى على المبيض عشان يفضل ان الحمام بتاعنا في انتاج مستمر وما تقطعش انتاج اذا كان في الصيف او في الشتاء، ويفضل عندك فعلا الانتاج مستمر مع الحمام بتاعك. واسف جدا على الاطاله في الفيديو، ورب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.